تدخل الصلاة بأربع عشرة فصلة تبطل الصلاة بأربع عشرة فصلة بالحدث تبطل الصلاة بالحدث سواء كان الحدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر وسواء تعمد الحدث أو سبقه دون تعمد ففي كل الحالات تبطل الصلاة بالحدث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولقوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل عليكم السلام ورحمة الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وتبطل الصلاة أيضا بوقوع النجاسة إن لم تلقى حالا من غير حمد أي أن الإنسان إذا كان في أثناء الصلاة ووقعت عليه نجاسة فله حالتان إما أن يلقي النجاسة من غير حمل وإما أن تستمر النجاسة على ثوبه أو على بدنه فإن ألقاها من غير حمل لها صلاته صحيحة كأن سقطت النجاسة مثلا على عمامته فألقى العمامة في أثناء الصلاة صلاته صحيحة والحالة الثانية أن تستمر صلاته دون أن يلقي النجاسة أو يتأخر في إلقائها أو يلقي النجاسة لكن مع حملها يحمل النجاسة واضح؟ فهذا في هذه الحالات الثلاث صلاته باطلة ومما ينبغي ذكره في هذا المكان أن بعض الناس عنده عينة فحص مثلا تكون عينة بول أو عينة براز كرمكم الله أو ما شابه ذلك أو عينة دم ويذهب بها إلى المختبر وأثناء الذهاب إلى المختبر يسمع إقامة الصلاة فيدخل للمسجد وهذه العينة موضوعة في الباكت في الجيب واضح ولا لا يدخل المسجد وهذه العينة في جيبه ويصلي وهي في جيبه هذا الشخص يصلي وهو حامل للنجاسة واضح؟ وبالتالي لو أنه تذكر في أثناء الصلاة أن النجاسة موجودة معه فأخرجها مباشرة صح صلاته ولو أنه لم يخرجها واستمر في صلاته أو كان عالما أن النجاسة معه وصلى فصلاته باطلة وهنالك صورة أخرى لو أنه نسي أن هذا الشيء نجس أو نسي أن هذا الشيء النجس معه فصلاته في الحالتين صحيحة على الصحيح من أقوال الفقهاء الشخص الذي يخرج منه الحدث باستمرار سواء كان الحدث بول مثل صاحب سلس البول أو صاحب القسطرة أو كان الحدث دم كالمرأة المستحاضة يخرج منها الدم باستمرار أو كان عنده سلس ريح فالريح تخرج منه باستمرار هذا يصلي على حاله وصلاته صحيحة لكنه لا يتوضأ إلا بعد أن يدخل الوقت وإذا توضأ بعد دخول الوقت بادر بالصلاة دون تأخير يعني مباشرة يتوضأ ثم يصلي لا يؤخر ويحاول قدر المستطاع صاحب القسطرة لا تستطيع أن تقول له تحفظ يعني البس مثلا قطن أو قماش أو ما شابه ذلك لكن صاحب سلس البول ممكن أنه يتحفظ أي يلبس ممكن تقول يوم يلبس حفاظات كذلك المرأة المستحاضة ممكن فإذا استطاع أن يتحفظ فهذا هو المتعين عليه ويتوضأ بعد دخول الوقت ويبادر بالصلاة مباشرة بعد الطهارة دون تأخير فصلاته صحيحة لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم فاتقوا الله ما استطعتم وهذا لا يستطيع أكثر مما ذكر قبل قليل قال المصنف رحمه الله وانكشاف العورة إن لم تستر حالا أي أن من مبطلات الصلاة أيضا انكشاف العورة
ولاحظ معي أن المصنف رحمه الله قال انكشاف العورة ولم يقل كشف العورة، وفرق بين الكشف والانكشاف. فالكشف فعل الشخص نفسه، كان يرفع ثوبه فهو تعمد رفع الثوب، هذا يسمى كشفا. فكشف العورة يبطل الصلاة سواء رد الثوب حالا أو لم يرده، لأنه تعمد أن يكشف عورته. أما انكشاف العورة كأن جاءت ريح مثلا وهو يصلي في مكان مفتوح فرفع ثوبه فستره مباشرة فلا تبطل صلاته، وإن تأخر في إعادة الثوب وستر العورة فإن صلاته باطلة. وأيضا هنا من المناسب أن يذكر بعض الملابس التي هي في أصلها للأسف تكشف العورة، فأحيانا بعض السراويل الضيقة هذه الموضات الجديدة التي جاءت ربما إذا سجد الواحد منهم ظهر مؤخرة الظهر مما هو أدنى من العورة، فهذا بلا شك أن صلاته باطلة، وبالتالي ينبغي للمسلم أن يتنبه عندما يلبس مثل هذه الثياب. حد العورة مر معنا بالنسبة للرجل ما بين سرته وركبته، وبالنسبة للمرأة الحرة البالغة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين عند الجمهور وعند الحنفية، وهو قول قوي، ما عدا الوجه والكفين والقدمين. فالجمهور يلزمون المرأة بتغطية القدمين، لكن الحنفية عندهم تغطية القدمين مستحبة وليست واجبة. نعم. قال المصنف رحمه الله وهو يتكلم عن مبطلات الصلاة، ومن مبطلاتها النطق بحرفين أو حرف مفهم عمدا. لو نطق بحرفين ولو غير مفهمين، كان قال مثلا من، عن، في، نطق بحرفين تبطل صلاته، أو نطق بحرف واحد لكن له معنى مفهم، كان يقول مثلا قين، قاف مكسورة، قين فعل أمر من الوقاية، إذا خاطبت شخص تريد منه أن يقي نفسه من شيء تقول له قين، حرف واحد مفهم. عين، حرف العين المكسورة، فعل أمر من الوعي، أي عليك أن تعي هذه المسألة، فقلت له عين. فلو نطقت بحرف واحد مفهم أو نطقت بحرفين غير مفهمين فإن الصلاة باطلة، واضح؟ وهذا أقل شيء، ومن باب أولى لو نطق بكلام أكثر من ذلك، لكن الفقهاء قالوا لو تكلم بكلام قليل ناسيا، لو تكلم بكلام قليل ناسيا الصلاة صحيحة. وهذا يحصل أحيانا، تكون مثلا تريد أن تنبه أحد على شيء فتشير له وفجأة تنطلق منك كلمة دون أن تقصد، فالكلمة والكلمتين والثلاث إذا خرجت ناسيا فهي مما لا تبطل به الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى والنطق بحرفين أو حرف مفهم عمدا، وقوله عمدا أخرج ما لو كان ناسيا. قال وبالمفطر عمدا، هذه قاعدة أو ضابط فقهي ذكره الفقهاء، أن كل شيء يفطر في الصيام فإنه يبطل الصلاة. كل شيء يفطر في الصيام فإنه يبطل الصلاة، قاعدة. يعني مثال، الأكل يفطر في الصيام إذن سيبطل الصلاة، الشرب يفطر في الصيام إذن سيبطل الصلاة، الجماع كذلك، تعمد القيء كذلك،
نزول الدم دم الحيض كذلك، الجنون كذلك. إذن هذه قاعدة، كل الأشياء التي تفطر في الصيام فإنها تبطل الصلاة، لكن ليس العكس. لا يقول قائل مثلا الأشياء التي تفسد الصلاة أو التي تبطل الصلاة تفسد الصيام، لا، لم يقل فقهاء كذا. فمثلا الحركة الكثيرة في الصلاة تبطلها لكنها لا تفسد الصيام. إذن صورة الضابط هكذا، كل شيء يبطل الصيام فإنه يبطل الصلاة دون العكس، دون العكس. قال المصنف رحمه الله: وثلاث، قال: والأكل الكثير ناسيا، الأكل الكثير ناسيا يبطل الصلاة. وقوله الأكل الكثير ناسيا، تفهم منه أنه لو كان الأكل قليلا ناسيا فصلاته لا تبطل. فقد يصلي الإنسان أحيانا وفي فمه بقايا طعام، حبة أو حبتين من السمسم أو ما شابه ذلك، وفي أثناء صلاته يبتلعها، وأحيانا يحدث هذا دون تذكر منه ناسيا، فهذا صلاته صحيحة. إنما الذي يبطل الصلاة إذا كان الأكل كثيرا، تمام، وتعمد ابتلاعه في أثناء الصلاة. قال المصنف رحمه الله: تفضل. سكر، بقايا سكر التمر في الفم. نعم. وأحيانا للطفل حتى يكون. أيوة. الواحد القشرة يعني. نعم. هذه تبطل الصلاة. إذا تعمد فعلها تبطل الصلاة. تمام. لكن إذا فعلها ناسيا لا تبطل الصلاة. والأسلم في هذا أنه يفرقها بيده ويضعها في جيبه أو في ثوبه ثم يرميها بعد الصلاة. نعم. لأن الفقهاء رحمهم الله ذكر بعضهم مثل الحصني في كفاية الأخيار، ذكر أن كل ما فوق السمسمة، تعرفون السمسم، أيوة، إذا تعمد بلعه فصلاته باطلة، سمسمة صغيرة، فإذا كان سمسمة ما فوق تعمد بلعها فالصلاة باطلة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وثلاث حركات متواليات ولو سهوا، أي أن الصلاة تبطل إذا تحرك بثلاث حركات. هذا الضابط ذكره فقهاء الشافعية، ضبطوا الحركات بالثلاث بناء على أن الثلاث كثير وأن ما دون الثلاث قليل. قالوا لو تحرك حركة في الصلاة لا تبطل، كأن خطأ خطوة أو خطأ خطوتين حركتين لا تبطل الصلاة، لكن لو خطأ ثلاث خطوات متواليات تبطل صلاته. شوف، لابد من توفر أمرين: حركة كثيرة متوالية. فلو كانت حركة كثيرة لكن متقطعة، أو كانت الحركة قليلة فالصلاة غير باطلة. مثاله: لو أنه قطع ثلاث خطوات لكن في الركعة الأولى خطأ خطوة، وفي الركعة الثانية خطأ خطوة ثانية، في الركعة الثالثة خطأ خطوة ثالثة، لا تبطل صلاته. لماذا؟ لعدم وجود التوالي. ولو أنه خطأ في ركعة واحدة خطوتين متواليتين لا تبطل صلاته. لماذا؟ لعدم وجود الكثرة. إذن لابد من اجتماع الأمرين، أن تكون الحركة كثيرة واحد، وأن تكون الحركة متوالية. قال الفقهاء: لو خطأ ثلاث خطوات متواليات حتى وإن كان ساهيا فالصلاة باطلة، حتى وإن كان ساهيا. لماذا؟ قالوا: لأن الصلاة لها هيئة تشعر بها، وهذا الشخص
الذي خطأ ثلاث خطوات متواليات لو أن شخصا رآه لقال إنه لا يصلي، صح؟ رأيته يمشي تقول أنه لا يصلي، فقالوا إذن حتى وإن كان ساهيا فإن صلاته تكون باطلة. هكذا ضبطه فقهاء الشافعية أن الحركات تكون بثلاث حركات. وهذا الضابط ضابط جيد من جهة أنه يعلم الناس قلة الحركة في الصلاة، لأن بعض الناس للأسف صار عندهم عبث في الصلاة، ففي أثناء الصلاة يتهاون بالحركات، فيتهاون في المشي، فتراه يقطع الصفوف ماشيا من مؤخرة المسجد إلى مقدمة المسجد، وأحيانا يقول إنما مشيت من أجل السترة، إنما مشيت من أجل السترة، صليت إلى شخص أمامي ثم قام، ولما قام تقدمت لألقى سترة أخرى. وإذا رأيته من بعيد وهو يمشي يتهيأ لك أنه لا يصلي، أنه يمشي وهو يزعم أنه يبحث عن سترة. إذن نقول السترة نقل فيها إجماع العلماء أنها مستحبة ليست واجبة. وأنت عندما تمشي لتحصيل السترة ماذا تفعل؟ تفعل أمر يعرض صلاتك للبطلان، فهل عاقل يعرض صلاته للبطلان من أجل أمر مستحب؟ واضح لا؟ لابد أن تحافظ على صحة الصلاة ويكون ذلك أولوية على تحصيل السترة. ولذلك لو صلى مكانه وإذا أحد أراد أن يجتاز بين يديه فليمنعه، فهذا بلا شك هو الذي ينبغي عليه لا أنه يمشي. وأيضا يحصل حتى من بعضهم عبث في الصلاة في الحركات البسيطة، فهذا ينظر إلى ساعته، وذاك ينظر إلى جواله، وذاك يرتب عمامته، وذلك يهندم ثوبه، وهذه هي الحركات أيضا، وإن كانت قد صغيرة يعني لا تصل إلى بطلان الصلاة، لكنها لا شك أنها توحي بقلة الخشوع. فإن الإنسان إذا خشع قلبه كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه خشعت جوارحه، إذا خشع القلب خشعت الجوارح، وإذا كان القلب متعلقا بالدنيا فإن الجوارح لا تخشع، وبالتالي يكثر حركتها في أثناء الصلاة. قال المصنف رحمه الله: والوثبة الفاحشة والضربة المفرطة. الوثبة الفاحشة، الوثبة بمعنى القفزة، الوثبة بمعنى القفزة، تمام، تبطل الصلاة مع أنها حركة واحدة لكنها فاحشة. وأيضا الضربة الواحدة تبطل الصلاة، وإلى هذا أشار صاحب الزبد بقوله: ووثبة تفحش والمفطر ونية الصلاة إذ تغير. ووثبة تفحش والمفطر، المفطر مر معنا أن كل ما كان مفطرا في الصيام فإنه مبطل للصلاة. ونية الصلاة إذ تغير سيأتي ذكرها إن ذكرها المصنف، وإلا ذكرتها لكم بعد قليل. قال المصنف رحمه الله: وزيادة ركن فعلي عمدا. أي أنه لو أن المصلي زاد ركنا فعليا في أثناء صلاته متعمدا، كأن سجد ثلاث مرات، لو فعل ذلك ناسيا فلا شيء عليه، يسجد للسهو وقد مر معنا. لكن لو تعمد أن يزيد ركنا فعليا، وقوله ركنا فعليا قيد أخرج ما لو زاد ركنا قوليا، كان قرأ الفاتحة مرتين، قراءة الفاتحة ركن قولي لا تبطل صلاته، لكن لو تعمد زيادة ركن فعلي فأضاف في الصلاة قياما، أو أضاف في الصلاة سجودا، أو أضاف في الصلاة ركوعا، أو أضاف في الصلاة قعودا، فصلاته باطلة طبعا إذا تعمد ذلك. وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: وزيادة ركن فعلي. قال: والتقدم على إمامه بركنين فعليين، طبعا عمدا،
والتخلف بهما بغير عذر. انتبه معي، لو تقدم المصلي على إمامه بركنين فعليين أو تأخر عن إمامه بركنين فعليين من غير عذر بطلت صلاته. وأعطيكم صورة لما لشخص تأخر عن إمامه بغير عذر وصورة لشخص تأخر عن إمامه بعذر. الصورة الأولى، الإمام كان قائما والمأموم قائما، فركع الإمام والمأموم لازال قائما، اعتدل الإمام والمأموم لازال قائما، سجد الإمام والمأموم لازال قائما، وليس له عذر في التأخر، واضح؟ صلاة المأموم باطلة. لماذا؟ لأن الإمام سبقه بركنين، ما هما؟ كم بين الإمام والمأموم الآن؟ ركنين فقط، ركنين، الركوع والاعتدال. أما السجود الإمام فيه والقيام المأموم فيه، كم بينهما؟ ركنين فعليين، الركوع والاعتدال، واضح؟ إذا تأخر المأموم عن الإمام بركنين فعليين من غير عذر، تمام؟ فصلاة المأموم باطلة. صورة ثانية، المأموم يقرأ والإمام يقرأ، ركع الإمام والمأموم يقرأ، اعتدل الإمام والمأموم يقرأ، سجد الإمام والمأموم يقرأ، لماذا تأخر المأموم؟ تأخر المأموم لأنه شك هل قرأ الفاتحة أم لا فأعاد قراءتها. تأخر المأموم لأن لسانه ثقيل في قراءة الفاتحة، لا ينطق الفاتحة إلا بصعوبة، واضح ولا لا؟ إذن هو تأخر لعذر، فالذي تأخر لعذر نقول له عليك أن تدرك الإمام فيما سبقك فيه فتركع سريعا تعتدل سريعا ثم تدركه في السجود وصلاتك صحيحة. إذن نقول إذا تأخر عن الإمام بركنين فعليين من غير عذر بطلت صلاته، وإن تأخر عن إمامه بركنين فعليين بعذر فصلاته صحيحة. وتفهم من قول الفقهاء إذا تأخر عن إمامه بركنين أنه لو تأخر عن إمامه بركن واحد حتى وإن كان متعمدا فالصلاة صحيحة. وبالتالي لو كنت قائما تقرأ الفاتحة والإمام قائم فركع الإمام ولم تركع معه ثم اعتدل وأنت لا زلت قائما تأخرت من غير عذر بركن واحد فالصلاة صحيحة. متى تكون الصلاة باطلة؟ إذا تأخرت عنه بركنين، الشرط الأول، من غير عذر، الشرط الثاني. إذا تبطل الصلاة إذا تأخرت عن الإمام بركنين من غير عذر، أما لو تأخرت عنه بركن واحد فلا تبطل ولو كان بغير عذر. ولو تأخرت عنه بركنين مع وجود عذر فالصلاة أيضا صحيحة. واضح له؟ واضح الصورة؟ تفضل. هذا التقدم على إمامه، هذا التأخر اللي ذكرته، والتقدم له نفس الحكم، التقدم على الإمام له نفس الحكم، إلا في تكبيرة الإحرام. فلو تقدمت على إمامك في تكبيرة الإحرام فكبرت قبل أن يكبر إمامك فصلاتك لا تنعقد، واضح؟ قال المصنف رحمه الله: وزيادة ركن فعلي عمدا والتقدم على إمامه بركنين فعليين والتخلف بهما بغير عذر. ونية قطع الصلاة، لو نوى أن يقطع الصلاة فصلاته باطلة حتى وإن لم يقطعها، فقط نوى أثناء الصلاة نوى أن يخرج من الصلاة حتى وإن استمر فيها فالصلاة باطلة، واضح؟ ونية قطع الصلاة وتعليق قطعها بشيء، كان يقول مثلا إذا رن الهاتف سأقطع الصلاة وأجيب على الهاتف فالصلاة تبطل حتى وإن لم يرن الهاتف، لأن النية من شروطها
كما مر معكم في أحكام النية السبعة جزم. التي يجمعها قول القائل ماذا؟ حقيقة، حقيقة، حكم، محل وزمن. أيوة، كيفية، شرط، ومقصود حسن. شروط النية أربعة: الإسلام والتمييز والعلم بالمنوي والجزم. فلو أنه علق النية فقال إذا دق الباب سأقطع الصلاة، تنقطع أو تبطل الصلاة وإن لم يدق الباب. إذا رن التليفون، إذا رن الجهاز سأقطع الصلاة، تبطل الصلاة وإن لم يرن التليفون، لأن من شروط النية أن تكون جازمة. فلا تقبل التعليق، لا تقبل إذا كذا سأعمل كذا، لا تقبل النية هذا. قال المصنف رحمه الله: وتعليق قطعها بشيء والتردد في قطعها. أيضا لو تردد في قطع النية هل يقطعها أو لا يقطعها؟ تمام، فالصلاة باطلة. كان قال في أثناء الصلاة: هل أخرج من الصلاة أو لا أخرج؟ شوف الصورة الأولى جزم، سأخرج من الصلاة، ومع كونه جزم لكنه لم يخرج، تبطل. الصورة الثانية: علق قطع الصلاة بشيء، تبطل. الصورة الثالثة: تردد هل يقطع الصلاة أو لا يقطع الصلاة، تبطل. في الثلاث الصور تبطل. لماذا؟ لأن الصور الثلاث كلها تنافي الجزم بالنية. تمام؟ لم يذكر المصنف رحمه الله من مبطلات الصلاة تغيير نية الصلاة من صلاة إلى صلاة أخرى. كان يصلي العصر، وفي أثناء صلاة العصر تذكر أنه لم يصلي الظهر. في أثناء الصلاة، صلاة العصر، تذكر أنه لم يصلي الظهر، فقال في نفسه: سأجعل هذه الصلاة صلاة ظهر ثم سأصلي العصر. ما الحكم؟ كان يصلي الضحى، وفي أثناء صلاة الضحى تذكر أنه لم يصلي سنة الفجر، فقال في نفسه: سأجعل هاتين الركعتين قضاء لسنة الفجر ثم سأصلي الضحى لاحقا. ما الحكم؟ واضح لا؟ عندك عدة صور لهذه المسألة. قد يكون الشخص يصلي فرض فيحول الفرض من فرض إلى فرض آخر، أو يحول الفرض من فرض إلى نفل مقيد، أو يحول الفرض من فرض إلى نفل مطلق. كم هذه؟ ثلاث صور. هذا إذا كان يصلي فرض. فإن كان يصلي نفلا مقيدا فيمكن أن يحول النفل المقيد إلى فرض، أو إلى نفل مقيد آخر، أو إلى نفل مطلق. كم صارت؟ ست. وإن كان يصلي نفلا مطلقا فقد يحوله إلى فرض، أو إلى نفل مقيد، أو إلى نفل مطلق آخر. كم صارت الصور؟ تسع صور، وكل صورة لها حكم. أنتم معي؟ أجيبها ولا تعبتم؟ أذكرها لكم ولا تعبتم؟ أعطينا قلم لو سمحت. أيوة، هذه بس لأنها كبيرة. فرض، نفل مقيد، نفل. كتابك كأنه سبورة يا عبد الحق. انتبه معي. الحالة الأولى: كان يصلي فرض. نفترض أنه كان يصلي العصر، فتذكر في أثناء صلاة العصر أنه لم يصلي الظهر، فقال: سأجعل هذه صلاة ظهر ثم سأصلي العصر. فهو قلب النية من إيش إلى إيش؟ قلب النية من فرض العصر إلى فرض الظهر، من فرض إلى فرض. ما حكم صلاته؟ صلاته باطلة.
لماذا باطلة؟ لأنه مر معكم في درس النية أنك لابد أن تعين النية في صلاة الفرض، وقلنا صلاة الفرض فيها ثلاثة أشياء: قصد فعل الصلاة، وقصد الفرضية، وقصد التعيين. لابد أن تعين النية. متى تعينها؟ عند تكبيرة الإحرام. الآن فاتت تكبيرة الإحرام وفات وقت التعيين، ففي هذه الصورة تبطل. إذن يبطل قلب النية من فرض إلى فرض آخر. صورة ثانية: كان يصلي، نفترض على سبيل المثال، كان يصلي صلاة الظهر، ثم قال في نفسه: سأجعل هذه الصلاة ركعتين للضحى، ثم سأصلي الظهر لاحقا. فهو قلبها من نية فرض إلى نفل مقيد. الضحى نفل مقيد، قلبها من فرض إلى نفل مقيد. واضح لنا؟ ما حكم صلاة الضحى؟ أيضا لا تصح. لماذا؟ لأننا اشترطنا أيضا في النفل المقيد التعيين، فقلنا النفل المقيد له شرطان: أن يقصد فعل الصلاة وأن يعينها. والآن زمن التعيين انتهى، كان المفترض أن يعين النية متى؟ عند تكبيرة الإحرام، وهذا قد مضى زمن تكبيرة الإحرام. الصورة الثالثة: إذا كان يصلي نفلا، إذا كان يصلي فرضا ثم قلب الفرض إلى نفل مطلق. النفل المطلق لا يشترط فيه التعيين، صح؟ لا يشترط فيه التعيين، وبالتالي نقول لو قلب النية من فرض إلى نفل مطلق فالصلاة صحيحة. تمام؟ إذن صارت كم عندك حالات هنا؟ ثلاث حالات: حالتان باطلتان وحالة صحيحة. تمام؟ الصورة الثانية، أنت معي ولا معاهم؟ في الحالة الثالثة كان يصلي مثلا الظهر، كان يصلي، نفترض أنه كان يصلي الظهر منفردا في المسجد، جاء بعد أن كمل الناس الصلاة فقام يصلي الظهر لوحده. تمام؟ وفي أثناء صلاة الظهر رأى جماعة آخرين جاءوا وسيصلون الظهر جماعة، جماعة مسبوقين سيصلون، جماعة متأخرين يعني، فماذا قال في نفسه؟ قال: سأجعل هذه الصلاة التي يصليها الآن نفل مطلق، سأصلي ركعتين نفل مطلق وأدرك جماعة الظهر معهم. معي ولا لا؟ فحول الصلاة التي كانت فرض، حولها إلى ماذا؟ إلى نفل مطلق. تمعي ولا لا؟ حولها إلى نفل مطلق. لماذا حولتها إلى نفل مطلق؟ حتى يدرك فرض الظهر جماعة معهم. فهل التحويل من فرض الظهر إلى نفل مطلق صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. لماذا صحيح؟ التعليل لماذا؟ التعليل لأن النفل المطلق كما درسنا من قبل لا يشترط فيه تعيين النية في أوله، يكفي فيه نية الفعل فقط ولا يشترط تعيين. وإلى هذا أشار صاحب الزبد بقوله: أركانها 13 نية في الفرض، يعني في صلاة الفرض، قصد الفعل والفرضية أوجب مع التعيين، أما ذو السبب والوقت فالقصد وتعيين وجب كالوتر، أما مطلق من نفلها ففيه تكفي نية لفعلها، تكفي النية للفعل ولا يشترط فيها ولا يشترط فيه التعيين. واضح الصور الثلاث؟ طيب، إذا كان يصلي نفلا مقيدا فقد يحوله إلى فرض أو إلى نفل مقيد أو إلى نفل مطلق. كان يصلي نفلا مقيدا، كان يصلي صلاة الضحى، وفي أثناء صلاة الضحى تذكر أنه لم يصلي فرض الفجر. الآن شخص يصلي مثلا صلاة الضحى، تذكر أنه لم يصلي صلاة الفجر، فقال: سأجعل هذه صلاة فجر ثم سأصلي الضحى لاحقا. هل يصح هذا؟ لا يصح. لماذا لا يصح؟
لأن صلاة الفرض لا بد فيها من التعيين في أولها. إذن هنا لا يصح. الصورة الثانية، كان يصلي مثلا صلاة الضحى وفي أثناء صلاة الضحى تذكر أنه لم يصلي سنة الفجر القبلية، فقال سأجعل هذه سنة الفجر القبلية ثم سأصلي الضحى، هل يصح هذا؟ أيضا لا يصح، لأن سنة الفجر القبلية نفل مقيد، والنفل المقيد لا بد فيه من تعيين النية. الصورة الثالثة، كان يصلي صلاة الضحى ثم قلب نيتها من صلاة الضحى إلى نفل مطلق، هذا لا بس يصح. لماذا؟ لأن النفل المطلق لا يشترط فيه التعيين في أوله. الصورة الثالثة، أن يقلب من نفل مطلق، ونختم بهذا، إلى فرض، إلى نفل مقيد، إلى نفل مطلق آخر. كان يصلي نفلا مطلقا، شخص يتنفل بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر وهو يتنفل في المسجد، يصلي أو يتنفل في بيته، وفي أثناء ما كان يتنفل تذكر أنه لم يصلي صلاة الفجر، فقال في أثناء صلاته سأجعل هاتين الركعتين قضاء لفرض الفجر، يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأن الفجر لا بد فيه من تعيين النية في أوله. إذا قلب النفل المطلق إلى نفل مقيد أيضا لا يصح، نفس التعليل، لأن النفل المقيد يشترط فيه تعيين النية في أوله. أما قلب النفل المطلق إلى نفل مطلق آخر طبعا هذا لا يتصور واقعا، لكن لو تصور نقول يصح، لكنه في الواقع لا يتصور. قد يصلي نفل مطلق فكيف يحول إلى نفل مطلق؟ قد نفس الشيء يعني، صح؟ تحصيل الحاصل يقول علماء المنطق محال، مستحيل يعني، لا فائدة منه، لا جدوى فيه. إذن هذا لو تصور فهو صحيح. تصير عندك كم صور؟ تسع صور، ثلاث حالات صحيحة وست حالات باطلة. هذا كله يدخل تحت الكلام على تغيير النية من صلاة إلى صلاة أخرى. واضح؟ احفظوا هذا وافهموه، وافهموا تعليله لأنه مهم ويكثر سؤال الناس عنه. ما رأيكم أن يكون هذا هومورك واجب لكم تكتبونه غيبا، ولا تأخذون الصورة من عبد الحق؟ خلاص سأتي الواجب الأول وهذا بدون واجب، هذا مجاني هكذا. حياكم الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرفع درجاتنا، إنه جواد كريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. اكتبوا أسماءكم على أوراق. تفضل يا دكتور. نعم. من حديث الدكتور إن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم. نعم. هذا بناء على المذهب، على مذهب الشافعية الذي يدرسه الطلاب. أيوه، فعند الشافعية القراءة واجبة على المأموم، سواء كانت الصلاة سرية أو الصلاة جارية. لكن في مذاهب غير الشافعية، كمذهب الإمام أبي حنيفة مثلا، عنده القراءة الفاتحة على المأموم غير واجبة مطلقا، لا في الجارية ولا في السرية. تمام؟ ومذهب مالك أن قراءة الفاتحة على المأموم واجبة في الصلاة السرية دون الصلاة الجهرية، ففي الجهرية لا يقرأ وفي السرية يقرأ، وهذا أيضا هو مذهب أحمد. لكن مذهب الشافعية أخذ بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، قالوا لا صلاة تشمل صلاة الفرض والنفل والمنفرد والمأموم والإمام والسرية والجهرية، لأن صلاة نكرة وقعت في سياق النفي فتفيد العموم. هذا دليل الشافعية، وكل واحد من الأئمة له دليل. نعم، والأمر واسع يعني، لكن مشكلة. بسم الله. الصورة تقدم الله. تفضل يا شيخ. ماذا؟
لا، إذا تقصد إذا نام، إذا نام بمثل هذه الجلسة يبطل الوضوء. نعم، إذا نام بمثل هذه الجلسة يبطل الوضوء. لكن إذا جلس جلسة متربعة مثل جلسة الشباب، مثل هذا الذي أمامك، فلا. تمام، لأن هذه جلسة ممكن نفسه من الأرض، بخلاف لو كان رافعا لرجل دون أخرى فهذه ليس فيها تمكين.